ارد على يعني برضو الافكار السامه او المسمومه اللي بيروجها الاعلام المعادي لمصر لمصريين، يعني هو بيبيع لمصريين فكره ان لا على فكره يا مصر ملهاش دعوه بالموضوع ده، مصر بره الاتفاق ده، مش هتتضرر في حاجه، ده الموضوع بين تركيا وبين اليونان، لا دي ده احنا بندور لكم على 40,000 مش عارف كيلو، يعني في كلام كتير قوي بيتقال لشحذ او لشحن المصريين عكس الاتجاه. لا ما احنا نقول نلعب غيرها، يعني ما هي دي نفس اللعبة التقليدية. ما هو بص هو بيحاول يحوطنا، يعني هو حاول من ناحية غزة ومن ناحية الإرهابيين في شمالي سيناء ومن الجنوب في السودان، وحاول ان هو يجي لنا من الشرق، وحاول ان هو يعني يعمل نوع من البلبلة وحرب إعلامية ونفسية ضدنا من خلال قنوات بتتحدث بالعربية واللهجة المصرية من عنده. فهو بيحاول يحاربنا بس مفيش حاجة ناجحة، يعني اللهم لك الحمد والشكر اولا طبعا ده فضل الله، لكن كمان احنا يعني شعب واعي، يعني ما احناش مش في شعوب خفيفة. انا مش عايز ادخل في التفاصيل بس في شعوب ممكن يعني من كلمة توديها وكلمة تجيبها وحاجات وانقسامات وتلاقي الدنيا ولعت والى اخره، ونشوفها في الدول المحيطة بينا بس مش هقدر اقول اكتر من كده. انما لا احنا لا عارفين بوصلتنا، يعني احنا عارفين في مؤسسات في هذه الدولة، في تاريخ بيقول ان في مؤسسات معينة لا يمكن، ممكن تغلط بس مش ممكن تخون، يعني ممكن ممكن نتخذ قرار غلط لاننا بشر، بس في النهاية بس صعب، مش صعب، مستحيل انها تخون الوطن لانها هي جزء لا يتجزأ من الوطن. فهو الحقيقة بيحاول طول الوقت ان هو يبعت لنا هذه الرسائل، هو التشكيك في القيادة وتشكيك في رؤيتنا للامور، وانه في ناس ما يعني اللي بيحكمونا ما بيعملوش لمصلحتنا الى اخره. انما اعتقد المصريين خلاص تجاوزوا المرحله دهيت، حتى لو في ناس مستعده انها تسمع شويه، هي يعني بتسمع من باب التسليه، يعني عارف اللي هو بيشوف بيقولوا الناس دي، انما مش من باب ان انا ده يعني مستحيل حد في مصر يكون مصدق ان في حد بره مصر سواء كان مصري او غير مصري، يعني انه هيكون حريص على مصلحه المصريين اكتر من الناس اللي عايشين معانا وبيعانوا معانا والارهاب بيصيبهم والمشاكل بتواجههم. والله دكتور للاسف في بيصدقوا يعني